حقيقة انه الموضوع ده احنا دايما بنبقى حريصين اننا نناقش الموضوعات زي ما بنقول كده وقتها، ده وقتها تمام. هل يعني ما بنيجي بقى نتكلم عن الزراعة، قبل الزراعة وقبل الشروع في الزراعة والعمليات الزراعية بنتكلم عن ميعاد الزراعة، وميعاد الزراعة ده بالنسبة لكثير من المحاصيل الزراعية مهم جدا جدا ان احنا نلتزم بالميعاد في التوقيت بالظبط، وبعض المحاصيل ممكن التبكير شوية والتأخير شوية. هل ده بيجوز في الموالح ولا لا؟ بص حضرتك، هو بالنسبة بصفة عامة للزراعة زي ما سيادتك بتقولي كده ان في مواعيد مناسبة ممكن ان انا يحصل فيها تبكير او تأخير، يعني ما بيبقاش الفارق الى حد ما واسع. ونظرا لان طبعا كلنا عايشين التغيرات المناخيه اللي احنا فيها، يعني في اللي تعودنا عليه واللي درسناه واللي اشتغلنا بيه في وقتنا الحالي ممكن حضرتك تلاقيه في جزء من التغيير حصل. على سبيل المثال مثلا، انا لما اجي ازرع الموالح كزراعه شتلات في الارض المستديمه، انا كنت اقول ان نزرع في شهر مارس، نزرع في شهر سبتمبر. ليه؟ لان دي انسب التوقيتات اللي احنا ممكن نزرع فيها من ناحيه الظروف المناخيه، من ناحيه درجه الحراره، من ناحيه درجه الرطوبه. نتيجه للتغيرات المناخيه ممكن ان انا اغير بقى فيها عمليه في هذا التوقيت، بس مش معنى ان انا اقول اغير ان انا بدل ما ازرع في شهر مارس ولا شهر سبتمبر ازرع مثلا في شهر ديسمبر، لا، ممكن يفترق الى حد ما، الفرق يكون في حدود مثلا اسبوعين 10 ايام. برضو لما اجي ازرع البذره، بذره الموالح لانتاج الاصول اللي بيتم تطعيم عليها الشتلات، كانت مفروض انها تتزرع في منتصف مارس من كل عام، بيتم استخراجها من شهر سبتمبر، من شهر ديسمبر، بعد كده بتحفظ في الثلاجات وابتدي ازرعها في منتصف مارس لحد منتصف ابريل. لا، دلوقتي ممكن ان انا ابتدي ازرعها من اول فبراير. ليه؟ لان درجه الحراره بتبقى الى حد ما مرتفعه عن اللي احنا كنا متعودين عليه من 5 سنين او من 10 سنين وهكذا. فالتاخير الى حد ما في مواعيد الزراعه او التبكير الى حد ما في مواعيد الزراعه امر قابل للاخذ والاعطاء، يعني مش انزلش في مرونه، في مرونه لحد ما. جميل. وما ينطبق على الموالح بينطبق على معظم المحاصيل الفاكهه ومحاصيل الخضار والمحاصيل الاخرى.